أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة الليلة من برنامج العمق من المغاربية في لندن، والذي سنناقش فيه بيان لمجموعة من المعارضين عنوينه بالبيان المفتوح بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. إذا مجموعة من المعارضين أصدروا بيانا مفتوحا تضمن رؤيتهم للواقع الحالي سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وبعض الاقتراحات. ما دلالات توقيت هذا البيان المفتوح؟ وهل استوفى الشروط الأدنى للتشاور بين أطياف المعارضة؟ ثم السؤال الأهم، هل لهذا البيان ما بعده؟ أسئلة كثيرة سنطرحها على ضيوفنا في هذا العدد، لكن قبل ذلك نستعرض أهم ما جاء في هذا البيان. رفضوا استنساخ خطايا النظام. أوفياء الحراك الشعبي يجددون الدعوة لإحداث التغيير بأسلوب حضاري ديمقراطي سلمي. أصدرت مجموعة من الناشطين بيانا مفتوحا يدعو لرفض ما سموه مهزلة الانتخابات شكلا ومضمونا، والانتقال إلى بناء ما سموه ميزان قوة شعبي سلمي بديل لحماية كياننا وفق الحقوق والحريات الدستورية. البيان وقعه سياسيون وحقوقيون ومثقفون، من بينهم كريم طابو وفضيل بومالة وعلي عسكري ومحسن بالعباس. البيان رسم صورة الجزائر السياسية البائسة وممارسات السلطة التي فوتت فرصاً تاريخية، واعتبر الرئاسيات المسبقة محاولة من النظام العسكري لإنقاذ نفسه على حساب الجزائر وشعبها. النظام حسب البيان يكرر خطاياه الكبرى ويستنسخ أسوأ ما فيه بالغلق المطبق والقمع والاعتقالات. وأمام هذا التعنت الرافض للحلول والتغيير السياسي الجاد، دعا الموقعون لرسم معالم جديدة للجزائر، ذلك لأن اقتراع الرئاسة القادم حسبهم سيكون إخفاقاً أخطر من سابقيه، وسيعمق الشروخ وسيقسم الشعب. ودعا الموقعون على البيان الجزائريين لرفض سياسة الأمر الواقع برفع أصواتهم وإعلاء كلمتهم بصوت واحد والهتاف عالية، لا لمهزلة الانتخابات تحت حكم الدكتاتورية، نعم لديمقراطية حقيقية ولسيادة الشعب. إذن كانت هذه أهم النقاط التي وردت في البيان المفتوح لمجموعة من المعارضين، ونبدأ النقاش مع أحد الموقعين على هذا البيان، وهو السيد سعيد بودور الصحفي والناشط الحقوقي. مساء الخير سيد سعيد. سيد سعيد مساء الخير. مساء الخير وشكرا على الاستضافة. سيد سعيد، أنت واحد من الموقعين على هذا البيان، فتعرف أن مثل هكذا بيانات في هذا التوقيت ربما أول سؤال يطرحه أي واحد طلع البيان، ولماذا هذا التوقيت بالضبط؟ شكرا لك أولا، شكرا تحية لك ولكل المتابعين المغربي وكبيرو. أولا لدي ملاحظة فقط على ورد في قريب في إيه أو التوطئة للإساء، وهو وصف أن البيان وقعه مجموعة المعارضين. سأعلق عن رأيي كموقع دون حديث باسم الزملاء المواطنين والجزائريين والجزائريين الموقعين على البيان. فوصف المعارضة في تقديري أنه يعطي الانطباع على أنه فيه ديمقراطية في الجزائر، وأنه السلطة تفتح المجال لوجود أو لحق الوجود في ممارسة المعارضة السياسية.
وأنا لا أرى هذا وصفا دقيقا، وإنما الوصف الدقيق هو أن مجموعة من المقاومين والمقاومات وقعوا بيان، وأنا أرى نفسي أولا مراضٍ ومقاوم في ظل ما يحدث دون وصف المعارضة. ثانيا التوقيت. سي سعيد إذا سمحت لي قبل أن تجيبنا عن التوقيت، أنا لم أفهم اعتراضك عن الوصف بين المعارض والمقاوم، يعني كيف يمكن أن تصف المجموعة بالمقاومين ويعني فهمت بأنك تتحفظ على وصفهم بالمعارضين؟ لا، أنا أتحفظ على اسمي فقط لأني أتحدث باسمي، وقلت أنني لا أتحدث باسم المعارضين السياسيين، أو ربما في نشطاء سياسيين يتقبلون هذا الوصف، فهم لهم الحق في ذلك، لكن أتحدث باسمي، اعتراض باسمي شخصيا، لست معارضا. أنا ربما الوصف الدقيق بالنسبة لي على أنني مقاوم، لأني أعتبر على أن وصف المعارضة أو وصفنا كمعارضين في تقديري، سمح لي الإخوة بذلك، لأنه يعطي الانطباع لأنه فيه ديمقراطية في الجزائر، فيه سلطة ولها معارضة، وهذا هو الوصف الأكاديمي لممارسة الديمقراطية في الدول التي سبقتنا في هذا المجال أو الدول العربية تحديدا. أوكي، واضح. بالنسبة للتوقيت سي سعيد، أولا التوقيت خليني أكشف لك شيء، من الكواليس ربما البيان تأخر في الصدور، لكن غير مرتبط ببرنامج زمنية معينة. إذا كان هذا البيان قد صدر في 2019 كان سيكون صالحا للوضع، لو صدر في 2021 أو 2023 أو 2024 أو 2024 أو حتى 2025 في تقديري 2027 2029 2029 سيكون صالحا ما دام الوضع نفسه، بمعنى ربطه بزمن معين. ربما فهمت مقصودك على أنه الانتخابات الرئاسية. فالشق الأخير فقط يتكلم عن موقفنا في 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 موضوع الانتخابات، لكن الوضع أشمل من الانتخابات، يعني نقرأ بأن الانتخابات حلت في وضع متأزم في جزائر 62. لكن سي سعيد، رغم أنه يفهم بأنه ختام البيانات في العادة هو الذي يركز على أو ترد فيه الفكرة الأساسية اللي قلت فيها بأنه علينا أن نرفع أصواتنا عاليا لا لمهزلة الانتخابات تحت حكم الدكتاتورية، فقد يفهم البعض بأن البيان مرتبط أو أساسا يهدف إلى الدعوة لمقاطعة هذه الانتخابات. أولا ليس لمقاطعة بقدر هو تيس للجزائريين ما نعيشه في هذا الرعب وقمع الانتقالات والتضييق وحل المنظمات وحل الأحزاب وسجن الصحفيين ومتابعة المحامين. فالبيان هو عبارة عن دعوة مفتوحة وليس نداء لأحد بعينه، بما ترون أن الحل في الجزائر هو في تكريس السيادة الشعبية قولا وفعلا. البيان في تقديري هو عبارة عن صرخة من على رأس جبل لمن أراد أن يتحمل عناء الصعود ومشقة الصعود، وبيان عبارة عن تعبير عن رأي مواطنين ومواطنات تجاه حق دستوري، وهو الرأي حول حق الأب من أجله، وهذا حق دستوري. كما أن البيان لا يهدد شخص بعينه ولا مؤسسة من مؤسسات الدولة، إنما تعبير عن رأي لما تمر به الجزائر ولما يمر به البلد ولما يصلح لها من حلول، يصف الوضع ويقترح حلول. سي سعيد ربما سأتطرق معك إلى بعض تفاصيل ما ورد في البيان من حيث المضمون، لكن قبل هذا، هل ما دام أنت قلت بأن البيان صالح لكل زمان ومكان، التوقيت مش مهم، البيان نشر في 20 جويلية، هل يعني كان فيه، لأنه عدد الموقعين تقريبا 11، هل استوفى شيء من الحوار، شيء من التواصل، هل كان فيه التواصل مع مجموعات ومنهم من لم يوقع، يعني كيف حيثية إصدار البيان؟ ليس لي الحق ربما الكشف عن كواليس مراحل، ولو أنه هذا من حق الجزائريين لا يحق لنا التكتم عن شيء،
لكن من جانب الديمقراطي كي نكرس الديمقراطية التي ندعو إليها ونرفض التأثيم الذي تمارسه السلطة. فصياغة البيان مرت عبر عدة مراحل وعبر عدة لقاءات وعبر مشاورات كانت موسعة جدا، لكن ارتأينا عن أنه الظرف، رأينا أن تأخر البيان وكان ضروري أن يخرج البيان بشكله المفتوح، لأنه غير مرتبط بأسماء أو شخصيات أو رموز بقدر ما هو مفتوح للجميع، فكل من يريد التوقيع على البيان أو الاعتراض عليه. فأنا قرأت الكثير من التعليقات، هناك من قبل المشروع وهناك من تحفظ على أجزاء منه وهناك من وافقه كليا، وهذا شيء طبيعي لأنه تركنا الأمر مفتوح للرأينا أو خلص القرار النهائي أو القرار للحوار الذي دائرا داخل في المجموعة بشكل ديمقراطي. على السؤال، أراد أن يوقع فعليه أن يسمع البيان ويوقع وينشره بالإعادة. سي سعيد، لكن أكيد هو البيان وصفتموه بأنه بيان مفتوح، من يوقع يجب على الأقل أن يتفق مع جزء مهم من البيان، نقول أغلبه، لكن دعني أدخل معك في بعض التفاصيل التي وردت في البيان، بدءا بتقييمكم للوضع الحالي. وذكرتم في البيان أو ورد في البيان عبارة بأنه الوضع الحالي أسوأ من ذي قبل، هل يمكن لقائل أن يقول بأنكم بين قوسين بالعامية تترحموا على وقت بوتفليقة؟ أبدا، إن الشيء الذي حدث في 2019 تتفق معي ويتفق معي الجزائريين والخيرين في هذا الوضع، لأنه كان فيه انقلاب على مكاتب الانفتاح الديمقراطي في أكتوبر 88، كما أنه كان فيه انقلاب على السلمية داخل الحراك، انقلاب على الرموز الحراك إن صح التعبير، انقلاب على نشطاء الحراك، كانت فيه انقلاب ثورة مضادة على مطالب الحراك، كانت فيه الكثير من الاعتقالات لرموز الحراك. هذا هو السياق الذي أردنا أن نشير إليه في هذه الجزئية التي نتكلم عنها. وربما أيضا في وصفكم للحقبة التي تعيشها الجزائر الآن والتي يدافع عليها أنصارها بأنها جاءت بعد انتخابات رئاسية شارك فيها من قبل المشاركة، لكن أنتم في البيان استعملتم عبارة ما يسمى بانتخابات 12 ديسمبر، يعني وكان من يقرأ البيان يفهم بأنكم لا تعترفون بشرعية النظام الحالي من الناحية القانونية أقصد. أولا، الانتخابات نظمتها سلطة نائب وزير الدفاع القائد الأركان السابق القايد صالح، لا زالت راسخة في ذهني صور وأخبار التي بثت على نشرة الثامنة عندما سجن مجاهد الثورتين عمي الأخضر بورقعة، لا زالت راسخة في ذهني عدد الشباب الذي اعتقل من نشطاء الحراك وتم الزجر بهم وأنا واحد منهم، لا زال راسخ في ذهني القمع الذي طال نشطاء الحراك في مدينة وهران، لا زال راسخا في ذهني صور ركوع نشطاء الحراك ورفع يديهم إلى السماء أو وضع يديهم على رؤوسهم وهم راكعون في الشوارع خوفا من القمع وتعبيرا عن السلمية التي رسخناها ورسخها الجزائريون والجزائريات من مختلف أطيافهم، أعمارهم، ميولاتهم، عرقهم ومختلف التشكيلات داخل المكونات الحراك. فهذا مؤشر على أن الانتخابات فرضت على الحراك. الانتخابات الذين نظموا الانتخابات كسلطة أمنية الآن موجودون في السجن بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة، وفي إشارة إلى مدير الأمن الداخلي السابق الوسيلي بوعزة وسيني الذي دعم وفرق، حاول التفريق بين الشعب الواحد عندما أوجد شبكة ما يسمى بالباديسية النوفمبرية، عندما تم التهجم على الجزائريين لديولوجياتهم أو إلى عرقهم، الذي حاول تفريق هناك الجزائريين كما قال الحراك، ما كان لا شاوي لا قبيلي لا عربي، كنا شعب واحد ويد واحدة من أجل مستقبل يتسع للجميع، من أجل جزائر للجزائريين، من أجل الجزائر تتسع للجميع ونحتكم جميعا
أمام القانون وأمام سيادة الشعب وسيادة الدولة وسيادة المؤسسات عندما تمارس وتكرر سيادة الشعب الذي ينتخب تلك السلطة. فلسنا لا نبارك انتخابات 2019 ولا نترحم على حقبة بوتفليقة ولا أي شيء. ربما هذه الولايات ربما لا تفهم المقصد الحقيقي من المشروع الذي جاء به هذا البيان. لكن سي سعيد ليست قضية تأويلات أو ما إلى ذلك. أنا أسألك من باب أن البيان عنوانته بأنه بيان مفتوح، يعني البحث في البيان على النقاط التي يمكن أن تجعل النشطاء والأحزاب السياسية تنخرط في هذا البيان أو تشجع عليه هو الذي يفرض طرح مثل هذه الأسئلة. لأنه تعرف أنت البيان لما يكون بيان سياسي فالمصطلحات مهمة، لما يكون بيان يتضمن عبر ما يسمى انتخابات 12 ديسمبر فقد ترى الأحزاب السياسية أو بعض النشطاء السياسيين الذين يعني قبلوا الأمر الواقع وحاولوا يقاوموا سياسيا بالطريقة التي رأوها قد يرون أنفسهم غير معنيين بهذا البيان. يعني لذلك سألتك أنا، هل عدم الاعتراف بالانتخابات متضمن في البيان؟ صحيح. أولا أنا صحفي مثلك وأفهم أنك تعطيني فرصة، أنا لا أرد أجيبك ولا أرد عليك، وإنما أنت فرصة، أنت منبر، أنت مطية لكي أجيب عن الاشتغالات التي ربما أو الأسئلة أو التفسيرات التي قد تطرح وتسيء الفهم للبيان. فأنا أضفت إمضائي لهذا البيان لأبقي على جدوى النضال حية رغم التعقيدات الواقع وضيقة مساحة المبادرة وتشتت القوى الحية الفاعلة في هذا الوطن الخير، الوطن العزيز. فأضفت إمضائي كذلك تعبير عن صرخة مختومة في وجه من يريد أن يأتي على الأخطر واليابس في هذا الوطن وصحر الحياة السياسية وأفلس الاقتصاد وأفسد المجتمع وشرد أبناءه وهمش كفاءاته وفشل حتى كحكم ديكتاتوري في وضع الجزائر في مكانها الصحيح، لأنه هناك ديكتاتوريات حققت نهضة اقتصادية رغم القمع والاعتقالات وتطعيم السجون بالمعارضين والصحفيين والنخبة الوعية. ففي أخير المطاف دعني أقول للجزائري على أن ذيك المجموعة البسيطة الصغيرة المتواضعة في البيان والأسماء الوزينة غير موقعة، لأنها ببساطة عبارة عن صرخة مواطنين جزائريين لا هم لهم سوى أن نرى أن هذا البلد يحقق نهضة ليست لصالح السلطة ولا لصالح أشخاص ولا لصالح رموز، ولكن نهضة لصالح الوطن. سي سعيد بودور مشكور على هذه التوضيحات، ونلقاك إن شاء الله في نقاشات أخرى. يلتحق بنا أحد الموقعين أيضا الأستاذ زاهي. أستاذ زاهي مرحبا بك. مرحبا سيدي، مرحبا بالضيوف، بالرغم من أنني لم أستمع تكون حاضر معك، لكن أرحب بالجميع وأرحب بجميع مشاهدي قناة المغاربية أينما وجدت. أي قبعة تحب نبدأ الأسئلة معك بخصوص البيان، قبعة الحقوقي أم السياسي؟ القبعة التي تريدها، لأن سواء الحقوقي أو السياسي هنا هذا البيان يتعلق بمصير بلد، بمصلحة بلد، بحقوق شعب. إذا نبدأ من الشق السياسي اللي هو، هل هذا البيان هو بيان لمجموعة يعني اشتغلت في إطار ضيق، أم التشاور والمشاورات كانت واسعة وما صدر فقط هو بداية بالنظر إلى المضمون وعدد الموقعين؟ أولا أصحح كلمة بداية، هذه ليست بداية، وإنما كما تعلمون ويعلم الجميع أن الملايين من الشعب الجزائري خرج في حراك شعبي سلمي أبهر العالم، هذا يتفق عليه الجميع. مطالبه كانت بسيطة جدا، تتلخص في فكرتين أساسيتين. الفكرة الأولى وهي القطيعة مع منظومة الحكم المنتهي الصلاحية، منظومة الحكم الحالية التي لم تحل مشاكل الجزائريين
وتركتها تتراكم وتتراكم وما زالت تتراكم. إذن الشعب خرج للقطيعة مع هذه المنظومة من أجل ماذا؟ من أجل بناء مؤسسة دولة مؤسسات، تغيير أساليب الحكم، تغيير منظومة الحكم، منظومة التفكير، تحقيق الحوكمة التي يطلبها الشعب الجزائري. الشعب الجزائري هذه المرة، وللأسف الكبير، أنه هذه المنظومة لا تفهم الرسائل السياسية. خروج الشعب ومقاطعته لثلاث أو أربع استحقاقات انتخابية، لم تفهم منظومة الحكم، لم تفهم رسالة الشعب. الآن كما قلتها وأعيدها، ليست بداية، منذ ذلك الوقت ونحن نناضل، وما كتبناه في هذا البيان أو ما وجد في البيان ليس لنا فيه، وإنما هو حق الشعب الجزائري. قلت لك بلي خمس سنوات جبت الجزائر طولا وعرضا، ووجدت أنا شخصيا، سأتكلم عن شخصي، أنني توصلت إلى قناعة أن الشعب الجزائري أصبح الآن ما بعد هذه المنظومة. في فكر الشعب الجزائري تيقن بأن هذه المنظومة تخلفت عنه، وأنه أمامها ولم يعد يهتم لها أو ينتظر منها شيئا. لذلك وجب المرور إلى مرحلة جديدة، وهي المرحلة التي يريدها هذا الشعب، وهي تغيير هذه المنظومة والبداية في التأسيس لدولة مؤسسات يسودها القانون وليس سيساعد القانون. سيساعد زاهي، نعم. بعد إذنك، وأنتم في البيان تدعون إلى تفعيل الديمقراطية، أنقل سؤالك هذا إلى أستاذ منور جعدي البرلماني على فلان سابقا، بخصوص الحالة التي وصفتها للشعب الجزائري أو للجزائر. سي منور جعدي، مرحبا بك. مرحبا بك، الله يعطيك الصحة. سي منور جعدي، إليك. شكرا. إذا كنت تابعت معنا الجزء هذا من مداخلة الأستاذ سعيد زاهي، مجموعة من النشطاء يدقون ناقوس الخطر على الديمقراطية وعلى الوضع العام، أنت كيف قرأت هذا البيان يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال، هذه الديمقراطية، ودائما قلنا باللي في الجزائر ديمقراطية، وبالدليل كان هناك 35 مترشح لرئاسيات 7 سبتمبر، وكان أكثر من 50 حزب راح يشارك، كان المترشحين اللي ترشحوا باسم حزبهم، وكان المترشحين اللي هما أحرار وعندهم أحزاب كثيرة اللي تساندهم، وهذه الديمقراطية. إما بين هذا الجماعة الذي دارت بيان يعني الديمقراطية، ولكن أنا عندي ملاحظة برك لو سمحتم. تفضل. كان هناك شطرين في هذا المجموعة. الشطر الأول لمجموعة من المحامين وأكاديميين أحرار لهم الحق يعبروا على رأيهم، ما عندهمش حق يهضروا باسم الشعب، يعبر على 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 رأيه، خلي الشعب يعبر على رأيه يوم 7 سبتمبر. ولكن البعض، الشطر الثاني، أنا حسب رأيي المتواضع، ما عندهمش حق باش كانوا يوقعوا في هذا البيان، لأن كانوا مسؤولين عن أحزاب، وكانوا مسؤولين على أحزاب أو تعرفوهم بلا ما نقول الأحزاب بتاعهم، وما بينهم حزب راه مشارك بالقائد، القائد نتاع الحزب هذا راه مشارك في الرئاسيات، وما عندهمش حق باه يتكلموا. هي أنا من المفروض يعني النضال كانوا يبقوا في أحزابهم ويناظموا في أحزابهم، ما وش يكون أنا مسؤول عن الحزب نتكلم ونكون أنا الزعيم، ونهار تجيب باسم الديمقراطية بالانتخابات يزلحوني من هذا الحزب، نولي راح نولي زعيم ونهضر باسمي ونهضر باسم الشعب، وما ينجمش يتكلم باسم الحزب نتاعو. سؤالك وجيه، قد يجيبنا عليه الأستاذ زاهي. أستاذ زاهي، في إطار يعني تبادل الأفكار حتى نستفيد من بعض، سي جعدي يقول لك 7 سبتمبر هي الحكم، من يمثل الشعب، ويا الحكم في من يسمع له الشعب، لكن أنتم في البيان
ورد فيه بأنه مقتنعين بأن السلطة الحالية أجهضت ميلاد كل أشكال السلطة المضادة سواء أحزاب أو نقابات. فكيف ترد على فكرة أنه المفروض إذا عندكم شيء تقارعون به السلطة فتكون المقارعة يوم 7 سبتمبر؟ بطبيعة الحال بكل احترام للسيد جعدي أذكره فقط بأنه 4 استحقاقات مع العهدة السابقة لسبوت فريق الله يرحمه، وانتهى الأمر بأن هؤلاء من هم في السلطة اتهموه بأنه كان سيؤدي حكمه سيؤدي بالبلاد إلى الانهيار، وأن الحراك الشعبي هذا الذي يتبنى أو منطلقاته أسسه فكره ما وجد في هذا البيان هو الذي أوقف سقوط الدولة الجزائرية. أقول بقى فقط لإتجادي في لما يقسم المنظون على هذا البيان إلى ناس محامين وأكاديميين وناس كانوا في المسؤولية بهذا المفهوم، حتى حزب الشعب صالح الحاج الله يرحمه قدم ما قدم في الحركة الوطنية وكان زعيما وطنيا ومن بين الأوائل الذين نشروا الفكر الوطني التحرري، إلا أنه في مرحلة من مراحل حياته السياسية أخذت مجموعة أخرى زمام الأمور وواصلت النضال. العمل السياسي سجادي لا يتوقف في لحظة من الزمن. هؤلاء أنا كسياسي أو كمحلل سياسي، هل هؤلاء غيروا من مواقفهم ما قبل أو ما بعد؟ وجود العسكري ما كنت أسمعه في بياناته في تصريحاته منسجم مع الماضي والحاضر، وكذلك بالنسبة إلى كريم طابو وسي محسن بلعباس. السياسي المحنك، السياسي الذي ينجح والذي يهمه مصلحة الوطن ومصلحة الشعب، هو الذي يحسن الإصغاء إلى مطالب الشعب وينسجم معها. هذا هو دور السياسي. ما يقوم به السلطة الحالية وأتباعها من أحزاب موالاة التي تساند مرشح من دون معرفة برنامجه ومن دون تقديم حصيلة ما قام به خلال هذه الخمس سنوات، أعتقد أن الشعب الجزائري رسالته كانت واضحة في حراكه الشعبي الذي خرج به بالملايين وفي مقاطعته كما قلت لأربع استحقاقات ونسب المشاركة تدل على ذلك. القول بأنه كان واحد، هؤلاء جزائريون مناضلون من أجل قضية لم يحيدوا عن مطالبهم أو عن قضيتهم الأصلية، من حقهم أن يشاركوا في برلمانات سابقة أو لاحقة كجزائريين، ولكن أكرر السجادي وأنا أعلم جيدا بأنه في قرارة نفسه وخلف هذه ومن بعيدا عن هذه الشاشة يقول نفس الكلام الذي قيل في هذا البيان والذي يقوله معظم الشعب الجزائري، لأن هذه المنظومة فشلت فشلا ذريعا في حل مشاكل الجزائريين. المشكلة ليست مشكلة أشخاص سي سعيد بعد إذنك قبل الحديث عن أسباب المشكلة بحسب تشخيصكم، أعتقد أن سي جعدي ماذا بنا يعطينا وجهة نظره في فكرة أنه مدام في الانتخابات 2019 والانتخابات التي تلتها التشريعية والمحلية كانت نسبة المقاطعة كبيرة بالأرقام الرسمية، وبالتالي أنك تقول للناس إذا حبيتوا تعارضوا فقط عن طريق الانتخابات تصبح فكرة يعني فيها وعليها، ما رأيك سي جعدي؟ شكرا. كما يتكلم الأخ المحامي نقول باللي واحد زعيم معارض كحزب ولا كشخص ولا كأشخاص لكن عندهم ثقة في نفسهم باللي الشعب راه معاهم، يخي يقدموا مرشح ويأيدوه ويروحوا 7 سبتمبر ويدوا الرئاسة على سهلة قال من نقاطعوا. والشعب الجزائري في 2019
ماهوش قطع، كاين هناك اسباب كثيره لا داعي لذكرها، والتشريعيات جازوا والحمد لله، والمحليات والمجالس المحليه والوطنيه راهي قائمه، والمؤسسه تاع الدوله كلها راهي قائمه. انا بغيت نقول برك دائما نسمع واحد الكلام، قال الرئيس تبون مازال ما اعلنش على البرنامج نتاعو والناس تساندوا ولا غير ذلك. يعني على الاقل واحد يكون موضوعي، يعني على الاقل واحد يكون محلل يحلل بدماغه بمخه بافكاره. يعني هذا الرئيس الحالي ولا اللي خلاص العهده تاعو سي عبد المجيد تبون، الشعب الجزائري ما كانش يعرفه بالك من قبل، كان وزير وكان وزير اول، ولكن بعد 2019 اليوم برهن بالقدره تاعو، والجزائر تقدمت في المجال الدبلوماسي والمجال الاقتصادي خاصه والاجتماعي، ومد الجزائر تقدمت كثير في هذا الميدان. واحد لازم يقارن واش كانت الجزائر في 2019 2018 2017 اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا، والان ونقارنوها ببعض الدول الافريقيه والعربيه والاسيويه ونشوفوا الجزائر هذه تقدمت ولا تاخرت. هاو يعرفوه البرنامج تاعو ويعرفوه الاستمراريه تاعو راح تكون ما بعد 7 سبتمبر ان شاء الله بحول الله. ولكن ما تسالوش مثلا السي سهلي الاستاذ سهلي راه مترشح للرئاسيات، دعموه سبع احزاب، وحتى واحد مسأل السؤال وسي سهل الاستاذ نحترموه، انسان وطني، انسان رئيس حزب ساندوه، وما ما الشعب الجزائري مازال ما يعرفش البرنامج نتاعو وساندو سبع احزاب. ويقولون الرئيس تبون يعني قال مش كيف ساندوه الجمعيات المدنيه والشباب والجمعيات الوطنيه والمحليه. وصلت الفكره تاعك سي جعدي، وصلت البرنامج نتاعو هو بين البرنامج نتاعو البرنامج سي جعدي، فكرتك وصلت بعد اذنك، فكرتك وصلت. سي زاهي، سي جعدي واضح في فكرته بأنه ليس بالضرورة أن يكون هناك برنامج واضح ومكتوب لمساندة الرئيس، وبل أكثر من ذلك هو من الفئة التي تعتبر بأنه كان فيه إنجازات عكس ما ورد في البيان المفتوح، حيث وصفتم أن مؤشرات الحالية ومؤشرات المستقبلية على المدين القصير والمتوسط أعقد وأخطر. يبدو أنه تقييمكم في البيان يعني مناقض تماما لحجج سي جعدي الذي أعطانا مثال بأنه في بعض الأحزاب قدمت مرشحا ومقتنعة بالمسار. فيريد يعني توضح لنا الفكرة الأساسية في تشخيصكم بأن المستقبل على المدى القصير والمتوسط سيكون أعقد. بطبيعة الحال الكريم سي جعدي يعترف صراحة وكأن الدولة الجزائرية والجزائر الحالية وجدت بوجود سي تبون على رأس هذه الدولة في 2019، وهو ما يؤكد أن التسيير كان كارثيا، وأن منظومة وهو بذلك يعترف ويقول نفس الكلام الذي أقوله، وهو أن لأنه سعد المجيد تبون والمرحلة الحالية لم تغير من عقليتها في كثير الجزائر، وهي نتيجة صنع نفس المنظومة التي فشلت ما قبل 2019، والعكس في 2019 ما قامت به السلطة الحالية. وأنا سأتجنب ذكر الأشخاص لأنني أتكلم على منظومة حكم، على عقلية حكم، على أساليب حكم أكل الدهر عنها وشرب في هذه العهدة الحالية للسلطة. تكلم في الأول على القضاء على مناطق الظل، إذا كان يعطونا شيء ملموس كم من مدرسة بنيت في هذه المناطق الظل، مستوى الدينار الجزائري بالنسبة للأورو في تدهور مستمر. في 2019 كان يدير حوالي 1 دينار إلى 1 أورو إلى 19 دينار، الآن ترى في 1 أورو إلى 240 دينار.
كل الشيء اللي الشيء الذي حققته هذه السلطة وهو خلق الخوف، ولجأت إلى قمع مئات ما دام النجاح والاستقرار في الدولة الجزائرية. ماذا يبرر سجعدي اللجوء إلى كلها حبس هؤلاء الجزائريين وآلاف المتابعات، آلاف المنع من المغادرة التراب الوطني خارج القانون؟ شيء آخر الآن يقام، هناك من يمنع جزائري، يمنعون من تجديد جوازات سفرهم. كل هذه السياسة الأمنية القمعية إضافة إلى الفشل الذريع في تسيير البلاد، لأنه حتى سي زاهي بعد إذنك مازال عندنا شوية وقت في خصوص تفاصيل في تقييمكم للوضع، لكن في الفكرة اللي أشرت لها قضية الاعتقالات السياسية وقضية القمع. وقبل أن أعود إليك أستاذ جعدي، اسمح لي أن أشارك معنا أيضا أستاذ سعيد بودور أحد الموقعين اللي كان معنا في بداية الحلقة. سي سعيد، في نقطة القمع والاعتقالات السياسية ورد في البيان بأن النظام قد قنن عملية القمع والاعتقالات السياسية، هل من توضيح في هذه العبارة؟ شكرا. خليني برك اذا كان سمحت مدام النقاش. تفضل. الكريم من الحزب الوطني من النائب السابق قال بان النقاش وصف البيان على انه امتداد للديمقراطيه، جميل جدا. لكن هذا السنه بكالوريا هذا السنه بالنسبه للطلبه كان فيه الموضوع الرئيسي في الفلسفه السياسه والاخلاق، كان هذا هو الموضوع الرئيسي بالنسبة لطلبة البكالوريا، وورد الموضوع في سياق جدلية. أنا أقرب بالمناسبة من الطلبة الحائزين على شهادة البكالوريا، وجاء الموضوع في سياق جدلية. هناك الفلاسفة من اختلف لكان هل يصح ممارسة الأخلاق السياسية، هناك من رفض ممارسة الأخلاق ورفض ربط السياسة بالأخلاق. من هذا المنطلق يغو بعض الأسئلة بالنسبة لضيفك الكريم اللي نحييه بالمناسبة. أولاً نحييه لأنه يقبل دعوة المغاربية على حسب ربما باقي المحسومين على الموالاة الجزائرية ومحسومين على موالاة السلطة. فهل من الأخلاق أنه أنك جزائريين وكمتابعين وكصحفيين نحيز بجبهة التحرير الوطني في 2019 قرأ بيان المترشح الحر عبد المجيد تبون، وكانت فيه 54 تعهد أنه يعارض ترشح المترشح عبد المجيد تبون، وفي مقابل هذا يدعم مترشح في حزب منافس في جميع الانتخابات المحلية التشريعية والرئاسيات، ومنافس له في جميع الحكومات ومنافس له في تسيير شؤون الدولة. بمعنى عارض مترشح محسوب او مناضل او عضو في اللجنه المركزيه اللي هي جبهه التحرير الوطني، اعترض على ترشحه وذهب ليساند مترشح من حزب التجمع الوطني الديمقراطي المحسوب على احمد ويحيى والمحسوب على وزراء الفساد اللي هم الان في السجن. هل من الاخلاق على انه الجزائريين عندما يتابعون مسار حزب جبهه التحرير الوطني يؤمنون يصدقون يأملون التعبير في موقفهم في دعمهم للعهدة الثانية للرئيس الذين عارضوه في 2019؟ انتقل من هذا السؤال الإشكالي إلى سؤال آخر، على أنه المترشح كمتابعي المترشح المنافس لعبد المجيد تبون في 2019 يدعمه في 2024 اللي هو بن قرينة. الآن أصبح المواطن يقول لك نحن لا نثق لا فيكم ولا في خطابكم ولا في أحزابكم ولا في رموزكم ولا في وزرائكم ولا في إطاراتكم، نحن لا نثق في هذا، قتلتم ساهمتم في قتل. لكن سي سعيد قد يرى البعض بأنه هذه تغير مواقف سياسية بحسب الظروف، يعني بحسب الظروف بطبيعة الحال، لكن بحسب الظروف. هل من الظروف على أننا نسكت عن سجن الأمناء العامون لجبهة التحرير الوطني؟ هل اعتذر الحزب عن مساره في مساء في 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 مساره
تاع النهب والفساد بمؤسسات الدولة، هل نحن نؤمن ولدينا أمل؟ لأن في آخر المطاف بدأت النقاش في هذا الموضوع باسم السياسة والأخلاق. ما الذي يدفعني أن أؤمن اليوم أن حزب جبهة التحرير الوطني سيخلصنا من الأزمة؟ قد يجيبنا سي جعدي. أستاذ سعيد، سي منور جعدي، سمعت كل ما قاله سي سعيد بودور، ويبدو أنه غاضب كثيرا على أو متحسر من مواقف لافلان المتقلبة، وينسب إليها عدم وضوح في الرؤية في 2019 وتغير في المواقف، فلك أن تبدي رأيك وأن تدافع على الحزب الذي تنتمي إليه. شكرا. بصح استاذ اعطيني زوج اوقات لازم نجاوب على سي بودو ونجاوب على الاستاذ. لا طبعا ساعطيك ما يكفي من الوقت ساعطيك ما يكفي من الوقت بتبادل فقط. شكرا. انا نقول لسي بودو المحترم اللي نحترمه كثيرا، نقول له باللي راك غلط، وكنت صححت هذه المعلومه في قناتكم. عدو بالله من كلمة، أنا منور جعدي كنت عضو مكتب السياسي أنذاك في 2019، وكان بعض الجدال ما يعني يبقى سر في جبهة التحرير الوطني ما كحزبي وما ما دار ما بيننا كمكتب سياسي، وزندي نقول والله على ما أقوله شهيد 80%، والقيادة الأغلبية الساحقة في المكتب السياسي وفي المحافظات على مستوى الولايات 80% من القاعدة النضالية من جبهة التحرير الوطني كانت تساند وصوتت على السيد عبد المجيد تبون. هذا ناخذ على كلامي، وراني مسؤول وش راني نقول والله على ما أقوله شهيد. ثانيا نقول لأستاذكم المحترم المحامي من الجزائر العاصمة، نقول له بلي احنا كندو سيد الرئيس، وانا شخصيا في المجال الاقتصادي يهدي يتكلم على الدينار، قيمة الدينار في 2019-2018. نقول له بلي على بالك لازم في الاقتصاد كاين لا ديفالياسيون دو لاموني وكاين لا ديبريسياسيون. الحكومة انذاك في 2019 ديفالوي، يعني بحكم قرار سياسي اللي هبطت القيمه تاع الدينار لاسباب اقتصاديه بحته، يعني ما عنديش الوقت انا باش نفسرها يعني بعجاله. نقول باللي لحمايه المنتوج الوطني، لحمايه باش نقصوا فاتوره الاستيراد، خاطر كنا كنا لكن سي جعدي ربما بدون تفاصيل اقتصاديه اكثر، لكن عفوا هل افهم منك بانك تقيم الوضع الاقتصادي الان احسن من السنوات السابقه؟ يعني انا ما فهمتش. يعني فهمت منك بانك تقول بان الوضع الاقتصادي الحالي احسن من الوضع الاقتصادي ل 2019 بكثير بكثير، لان انا شخصيا اعطينا مؤشر او اثنين سي جعدي. لا بك المؤشر نتاع البي بي نتاع الدخل الخام اللي كان 1193 مليار، اليوم راه 247 ولحد 260 مليار في اخر سنه 2024. التنميه النمو راه يتراوح من 2020 من 3.4 حتى 4.2. نتكلم على الميزانيه تاع الدوله كان تقريبا ما تجاوز 8000 مليار دينار، اليوم راهي 15000 مليار دينار. في المجال الفلاحي، الانتاج الفلاحي كان تقريبا 15-20 مليار دولار. الو سي جعدي اسمعك جيدا، انت كنت تتواصل في الانتاج الفلاحي كنا مع 15-20 مليار دولار، اليوم راه 35 مليار دولار. المعيشه نتاع المواطن تحسنت بكثير، وانا هنا نقول بعض المؤشر اللي غلطوا بعض الناس يغلطوا، والشعب يقول لك باللي القدره الشرائيه في الجزائر هبطت يخزروا على السالير، والقدره الشرائيه مرتبطه بالدخل
والسالير وحده ماهوش هو معليش سي جادي سي جادي الفكره تاعك بخصوص الوضع الاقتصادي واضحه جدا وانت انا راح نكون معك لانه هما اثنين من الموقعين فانا راح نكون معك وسانقل سؤالك او تقييمك بان الوضع الاقتصادي مريح واحسن لاستاذ سعيد زاهي بينما في البيان انتم قلتم بان الجزائر في ذيل الترتيب عالميا في معظم المجالات ويمكن أن يفهم منها بأنه حتى الوضع الاقتصادي صعب. فرسالتكم في البيان واضحة بأن الوضع الاقتصادي صعب، من يسيرون في اتجاه الانتخابات وفي ترشيح الرئيس تبون يقولون بأنه في إنجازات كبيرة، فكيف يقنع البيان الجزائريين بأن ما يقوله أنصار الانتخابات غير صحيح سي سعيد؟ هل معنا سي سعيد زاهي؟ شراء ولا وعلى باله وانا ساتكلم لغه الشعب لانه لو نناقشوا اقتصاديا بالنظريات شيء اخر. نناقشوا خلينا نناقشوا بلغه الشعب البسيط الذي كم عدد الجزائريين اللي ما داروش اضحيه العام؟ إذن سي سعيد يتساءل سي جعدي بأنه بلا ما نغوصوا في الأرقام الاقتصادية بشكل كبير في مؤشرات يعني المواطنين هذا العام عدد من اشترى الأضحية قليل، أسعار الخضر والفواكه واضحة، فعلى الأقل لما تقنعوا الناس بالوضع الاقتصادي الجيد فيجب أن تكونوا واقعيين سي جعدي. سي جعدي سي جعدي نعم قلت لك اذا كان نعم انقطع الاتصال مع الاستاذ زاهي لكن كان يعطي في مؤشرات من الواقع يعني يقول لك انت تكلمت ارقام اقتصاديه لكن احنا نتكلموا باللغه اللي فهمها المواطن. عدد الناس اللي ما ضحاوش او ما شراوش الاضحيه هذا العام كبير، عدد اسعار الخضر والفواكه تزيد، فباش يكون سؤالي واضح وما نغوصوش في الامور الاقتصاديه، يعني انت ماشي في المسار الانتخابي ومقتنع بالرئاسيات، فكيف يمكن انك تقنع المواطن بان الصعوبات اللي عاشها اقتصاديا ليست مرتبطه بضعف الاقتصاد وانما بالعكس الاقتصاد تحسن؟ الاقتصاد تحسن بكثير وقدره الشرائيه للمواطن تحسنت لكثير. نعطيك مثلا لو بروغرام داليمونتاسيون مونديال الجزائري الفرد الواحد يستهلك 3340 كيلو كالوري، اما الدول المعدل نتاع الدول الافريقيه والمغرب العربي ما يتجاوزش 2700 كيلو كالوري. سي منور خذني على قد عقلي، يعني انت تتكلم في ارقام لكن ربما المواطن انت تعرف ماشيين الحمله الانتخابيه وفي الحملات الانتخابيه لازم العبارات تكون واضحه، تروح تمشي المواطن تقول له كيلو كالوري والاسعار ويقول لك يا رجل لا انا في حياتي وانا نشري اضحيه هذا العام ما شريتش، يقول لك مثلا الفاكهه مانيش لاحق لها. ف يعني كيف تقنعه بان الاقتصاد تحسن وهو يشوف في غلاء اسعار، يشوف في امور كان يقدر يعملها سابقا الان ما يعملهاش. الاسعار في السوق المواطن يعرفها باللي احنا رانا في اقتصاد السوق، واقتصاد السوق الطلب العرض والطلب لوفري لا دوموند. اليوم في المارشي في اي مارشي على مستوى الوطن تروح الطوماطيش تلقاها ب 3000 2500، تروح مثلا البصل 2500 3000، تروح للطرش اللي كان 18 20000 او تلقى 5000 6000. يعني هذا واقع يعني واضح فكره تاعك سي جادي واضحه بخصوص ما تعتقده بالشان الاقتصادي، لكن ممكن نمشيو لنقطه اخرى وردت فيها البيان سي سعيد زاهي. البيان كانت لغته نوعا ما قد توصف بانها حاده وربما ما يلفت الانتباه الى انكم وصفتم
النظام السياسي الحالي بأنه هو القيادة العليا للقوات المسلحة بوصفها السلطة الفعلية وواجهتها المدنية. يعني هل ترى بأنه هذا الوصف متعودين عليه الجزائريين في بيانات سياسية تهدف لاستقطابهم؟ سي سعيد. كاين زوج سعيد ما عرفتش شكون. سعيد زاهي، سي سعيد زاهي تفضل. نعم لست ادري، كنت نكمل في الفكره، تكلمت على شيخ السياسيين سي عبد الحميد مهري الذي عاين الوضع وتكلم اكثر مما تكلمناه في البيان. قلت اذا كان في جعدي مرجعيته للحزب الحزبيه الحقيقيه انه الانسان السياسي يعرف الوضع الحقيقي للمواطن البسيط. السياسه هي انك تمس كل مواطن في من اقصى جنوب البلاد الى اقصى شمالها. سي سعيد زاي، في هذه الفكره بانك سياسيا تمد خطاب يمس كل او يستهدف كل الجزائريين، وانت ذكرت تحت قامات السياسه عبد الحميد مهري رحمه الله، الا ترى بان ورود عباره وصفكم او وصف الموقعين في البيان للنظام السياسي الحالي بانه يتمثل في القياده العليا للقوات المسلحه بوصفها السلطه الفعليه، ألا ترى بأن هذا التوصيف قد لا يتفق معكم الكثير من اعتماده سياسيا؟ يعني بيان سياسي يقول صراحة بأن السلطة هي القيادة العليا للقوات المسلحة، يعني هل يخدم هذا هدف كون البيان مفتوح لاستقطاب عدد كبير من الجزائريين، أم ربما هذا التوصيف قد يخيف الكثيرين؟ القضية أخي الكريم، نحن كتبنا أو حررنا هذا البيان على الواقع الجزائري، وسأجيبك بكل بساطة. أنا نحب المواطن البسيط، لأنه أنا العام هذا من خلال من جوي العام اللي فات 2023 لجوي 2024 درت 40 ولاية. اليوم امتطيت سيارة أجرة من البيار إلى وسط العاصمة. سائق السيارة لوحده ناقشني في الموضوع وقال لي أستاذ أن المرسوم وتعيين الجيش، بعدما كنا نسمع بأن الجيش يسير، لا أقول مؤسسة الجيش، وإنما قال لي بالتعبير أن الأجهزة أو البوليس السياسي من وراء ستار، الآن في هذه الفترة الحالية تبين أنه يسير يعني أمام الستار وتحت الشمس. هذا تعبير مواطن بسيط، وسمعته من العديد من المواطنين. إذن هذه حقيقة واقعة، وأن منظومة الحكم هذه ترتكز على أنها هي الوحيدة التي تعرف كيف تعالج مشاكل الجزائريين وكيف تحكم الجزائريين، بينما الحقيقة التي يجب أن يعلمها وأن يتعامل معها أصحاب القرار أن الشعب الجزائري، وأعي ما أقول كقانون الآن، أعي كل المصطلحات، أنا هذه معاينتي من خلال مع عموم الشعب، أن الشعب أيقن بأن هذه المنظومة بتركيبتها وأساليبها وسيرها منظومة فاشلة لن تقدم. وصلت فكرتك سي سعيد زاهي، بعد إذنك لأنه أستاذ سعيد بودور سيغادرنا بعد قليل، فسي سعيد بودور كسؤال لواحد من المقاومين كما وصفت، كما تفضل أن توصف، بعد هذا البيان ربما في ردود أفعال أولى تتلمسها أنت والمحيطين بك وبعض الموقعين معك، يعني ما هي أفاق هذا البيان في لم شمل كتلة من المواطنين تتبنى هذه الفكرة باختصار؟
شكرا زميلي. اولا لانه ما جاوبتكش على، لانه فيه استرسال في اسئله كثيره، ما جاوبتكش على السؤال نتاع الجانب الحقوقي المتعلق بالقوانين القمعيه. نعم بعجاله شديده حتى اجيبك على السؤال الثاني واعلق على نقطه اخيره. اولا القوانين هذه القمعيه التي اشرنا اليها المبيده للحريات، وهي كثيره للاسف الشديد، والتي تقيد الحقوق والحريات وحق المواطنة في بلاد 130 جمعية تقريبا في الجزائر تم متابعتها والتضييق عليها خلقها. لكن إذا وزننا القوانين القمعية هذه، مش حنا اللي نقولوا على أنها قمعية فقط، لكن حتى الهيئات الأممية لما حالتها على لجنة الخبراء خططها على المواثيق الدولية التي صدقت عليها الجزائر، صدرت لأنه في الدستور المواثيق الدولية أسمى من القوانين المحلية بين قوسين، فصدرت عن امتحان الدوري الشامل في مارس 2023 270 توصية، أكثر من 270 توصية بالنسبة للجزائر عندما أحيلت على المحاكمة بين قوسين، وقبل السلطات الداخلية جزء كبير من هذه التوصيات على أنها قوانين قمعية ويجب مراجعتها. تقريبا 230 توصية أو أكثر قبلتها السلطات الجزائرية، وهذا اعتراف منها، مش احنا فقط قلنا هذا الكلام، حتى السلطه تعترف على انه فيه يجب مراجعه هذه القوانين لانها تخالف المواثيق الدوليه، حتى ان نغلق القوسين. واشير فقط بالنسبه لضيفك الكريم، واتمنى منه ما دام يتكلم على الديمقراطيه على ان يعلق على قضيه سجن الصحفيين في الجزائر. لماذا سكت مثلا عن سجن احسان القاضي الذي تم ادانته بعقوبه 6 أشهر حبس نافذ حول مقال كتبه؟ سيد بودر سأنقل له هذا السؤال بعد قليل، لكن باختصار أفاق هذا البيان في نظرك كواحد من الموقعين؟ أولا هذا الأفاق كما قلت في بداية المداخلة عن أنها عبارة من على رأس جبل، أتمنى لمن يوافقنا رأي على أن يجتهد معنا على الأقل، لأنه الكثير لما اعترضنا على بعض الإخوة لما رشح للانتخابات قالوا لك وراها البديل، انا ما نترشحش بصح واعطيني البديل، لانه كثير من الناس تقعدوا في الحراك والحراك يسالوا، كانوا يسالوا وين راهي المعارضه كما يسوى، وين راهو المشروع، وين راهو ما درتوا والو ما قلنا والو، هاي جات المبادره. وصلت سي سعيد، شكرا لك على مشاركتك وعلى صبرك علينا. سي جعدي سأعود إليك فلا تقلق، وحظك وحقك مكفول يعني، لكن اسمح لي واسمح لي أستاذ زايان نشرك معنا المحامي والقاضي السابق عبد الله هبول وأحد الموقعين على البيان. مرحبا بك أستاذ. مرحبا بك محمد، مساء الخير لك ولضيوفك ولمتتبعي قناة المغاربي. سي عبد القادر هبول شكرا، أنت محامي وقاضي سابق وموقع على هذا البيان، هل ما ورد في البيان من عبارات هي عبارات ذات دلالة واضحة، وكل كلمة كتبتموها يعني استهدفتم فكرة معينة، أم أنه ربما بعد ما وقعت على البيان في بعض العبارات قد ترى بأنه لم تراجع بالشكل الكافي؟ يا محمد، هذا بيان سياسي أولا، موجه للرأي العام وموجه للطبقة السياسية وكذلك السلطة القائمة. البيان ليس هو قرآن ممكن أن يهمل جانب معين، ممكن أن تكون تفاصيل ما أتطرقنا لهاش، لكن الأهم شيء فيه هي مجموعة من الأفكار الأساسية. أولا أنكر في أن ما بعد 2019 بعد الحراك أن وضع الجزائر أو حالة الجزائر لم تتطور أو لم تتقدم إلى الأفضل، وإنما إلى الأسوأ. شهدنا حالة تراجع كبيرة على مستوى العمل السياسي، على مستوى الحقوق والحريات، على مستوى أداء المؤسسات. البلاد تعيش حالة خنق كبيرة، ولما البيان يوصف بأن الوضع دكتاتوري المهوش وما هوش وصف قاسي، لأن وصف حقيقي. لما المواطن
البسيط يجي يقدم رأيه في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اللي هو في حقيقة الأمر في العالم الافتراضي يوجد نفسه متابع بجناية الإشادة بالإرهاب وثبت 87 مكرر. هل ما فيش أسوأ من هذا الدلالة؟ اثنين أنه حالة التراجع كان مثل ما كانت انتفاضة أكتوبر لما تحدث البيان عن تقنين القمع وعن تقنين التقييد. نشوف الأحزاب السياسية لتمحلها الجمعيات النقابات لو كان الشيء ونديروا عملية حوصلة عدد الإضرابات. ما هي عدد الإضرابات؟ ما هي عدد الاجتماعات العمومية؟ إذن الوضع خانق وخانق جدا. سي عبد الله هبول بعد اذنك، ربما الذي قصدته في البيان ما دام كل من تدخل من الموقعين يصفه بالبيان السياسي، فعاده البيان السياسي يهدف لتوسيع شريحه المنضمين للمبادره او للبيان. لما سالتك على العبارات الذي قصدته بانه بعض الأطياف من الشعب وحتى من الأحزاب السياسية المتأرجحة يعني ليست في مسار الانتخابات ولم تبادر ببياناتك الذي نشرتموه، ربما لما يجد بيان يصف صراحة بأن النظام السياسي الحالي يتمثل في القيادة العليا للقوات المسلحة، ويجد عبارة بأن التخويف والتيئيس والفساد الرمزي والمادي يحاول تفكيك ما تبقى من معالم البناء الوطني، إلى أن قلتم بأن كل هذا يتعارض ومصالح الطغم التي وضعت يدها على ثروات البلاد. الذي أقصد بأن هناك عبارة قوية قد تفوت الفرصة على أصحاب البيان في جلب أو إقناع ما يمكن أن نسميه أصحاب التيار الثالث. محمد، البيان ما هوش ممكن جاء باش يحقق إجماع كامل. وبالمناسبة هل من وقع على بيان أول نوفمبر أو البيانات اللي جات في تاريخ الجزائر المستقلة كانوا يهدفون إلى تحقيق الإجماع؟ هذا ما هوش ممكن. لو كان نوصلوا إلى أننا نحقق إجماع بمعنى أننا راح نزيد نخلق ديكتاتورية جديدة وراح نخلق منظومة تفكير واحدة. إذن هذا التنصيب طبعا مسألة تقديرية، مسألة تتعلق باختلاف الرؤية باختلاف التوجهات. نحن في تقديرنا التوجه الديمقراطي الأوصاف أو الوصف اللي استعملناه للوضعية الحالية وللنظام السياسي ما هوش وضع خيالي أو وصف فيه تجني، بل هو وصف حقيقي. لما تحدثوا على الفساد، وهنا بالمناسبة الفساد لما السلطة القائمة والنظام يقول بأن العصابة قدرت تحكم البلاد، هذا أمر خطير جدا أننا نقوله بالعصابة تتوصل إلى مقاليد الحكم وتكون هي الآمرة الناهية وتوقع المراسيم والقوانين. السؤال المطروح، كيف وصلت هذه العصابة هذه الحكم؟ ما هي الظروف اللي تمت فيها توليد المقاليد؟ شكون كان يحمي في العصابة هذه؟ وكيفاه ما انتبهناش للعصابة هذه؟ إذن مسألة النهب نتاع الثروات وبالنسبة للمقدرات نتاعهم هذا ما هوش جديد، هذا شيء قائم منذ الاستقلال، لأنه في الأصل أنه منظومة ريعية، النظام الريعي، النظام اللي قائم على دخل نتاع البترول، أنه ما يشجعش على العمل، ما يشجعش على المبادرة، اللي يقوم على الاتكالية. طبعا النظام اللي ما قدرش يحقق انتقال اقتصادي من النموذج. سي عبد الله هبول بعد اذنك، لانه معنا الاستاذ منور جعدي حتى نحفظ له حقه في الرد، لانه كثرت عليه الاسئلة من التي يجب ان يجيب عليها. سي جعدي، استاذ هبول يقول بأنه ما وصفه البيان هو وصف للواقع، وتكلم على العصابة والتي وصلت إلى سدة الحكم باعتراف الرئيس الحالي وباعتراف من هم في السلطة الآن،
فوكأن السؤال الذي يطرح نفسه، هل أو كيف يضمن مساندو الرئيس ومساندو المسار الانتخابي الآن من عدم وجود عصابة تعتلي الحكم تدريجيا، وأنا سنعود بعد سنوات لعنها ومحاولة إسقاطها؟ شكرا. أنا نبدأ نقول لك باللي النظام الحالي اللي ترأسه السيد الرئيس هو اللي نحل عصابة، عصابة اللي نهبت أموال الشعب راهي في السجن، وكانت عنده الشجاعة هو وكل مؤسسة تاع الدولة. اليوم منذ 2019 الجزائر كما كان يقول كانت اقتصاد ريعي، وبرنامج الرئيس من 2019 ليومنا هذا هو جاء باش يبدل نمط الاقتصاد وطريقة جديدة في نظرة الاقتصاد الحالي والمستقبلي، باش يكون الجزائر عندها اقتصاد متنوع والاكتفاء الذاتي المحلي وللتصدير، وش راه صاير حاليا في المجال الاقتصادي. ويتكلموا في البيان ويقول باللي دولة ديكتاتورية ولا نظام ديكتاتوري، ويعلم الجميع أن في الحكم الديكتاتورية ولا الدول الديكتاتورية ما كانش الأحزاب وما كانش ديمقراطية وما كانش الانتخابات الرئاسية ولا البرلمانية. يعني المجموعة اللي تقود تلك البلد الديكتاتوري هو اللي يسير الشعب بالقزول كما نقولوا احنا باللغة الشعبية. ولكن الحمد لله اليوم الجزائر هو يتكلم، وهو في الجزائر ويتكلم بكل ديمقراطية، وراه دار البيان بكل ديمقراطية، ومدوا رأيهم بكل ديمقراطية، وحتى واحد مده للسجن. واليوم نزيد نأكد باللي الجزائر باختصاص جاد في اختصار باختصار في بداية التسعينات قال ديمقراطية، الديمقراطية ماهوش فوضى، الديمقراطية ماهوش شتم، الديمقراطية ماهوش فوضى. قال اليوم كاين صرامة، كاين انا نشوف القنوات الداخلية سواء العمومية او الخاصة يجوا في البلاطو يتكلموا ينتقدوا الاقتصاد، ينتقدوا السياسة الاقتصادية الثقافية الاجتماعية بكل حرية وديمقراطية. وصلت فكرتك سي جعدي، باه يبدا يشتم في المسؤولين، قال كاع ماشي ملاح وكاع لازم يروحوا، هذا ماهوش، هذه ماشي ديمقراطية. لا سي جعدي، احنا نتكلموا عن النقد مش على الشتم. شكرا بقائك معنا طوال هذه الفترة في النقاش، وأنا ألقاك إن شاء الله في نقاشات أخرى. أعود إليك سعيد زاهي، في البيان ربما تطرق إلى شق قد يعتقد البعض بأنه فيه إجماع جزائري، والبيان خرج نوعا ما على الإجماع الجزائري. قد يعتقد البعض بأن الجزائر دبلوماسيا يعني نجحت شوية، والرئيس تبون عمل خرجت دبلوماسية ومواقف دبلوماسية، لكن البيان يعتبر بأن النظام الحالي قد عزل الجزائر دبلوماسيا، بل وانتقد البيان حتى معالجة السلطة الحالية أو موقفها تجاه القضية الفلسطينية، بينما أنصار الرئيس يقولون بأن المواقف الدبلوماسية في عهد الرئيس تبون لم يكن لها أو ليس لها نظير في تاريخ الجزائر. تفضل سي زاهي. هذا الدبلوماسية أو الخارجية أو الأمور الخارجية تعكس تكون قوية لما يكون الشأن الداخلي، ولا تكون هناك تماسك وطني، تكون قوة وطنية، تكون سلطة منتخبة شعبيا حقيقة، تكون مؤسسات دولة بمعادلة بسيطة. لما تكون هذه الأمور الخارجية أو الدبلوماسية الجزائرية تتقوى عكس ما نشاهده الآن، ما نعيشه الآن من كلام سمعناه من قبل في السبعينات، نحن القوة العظمى، نحن الشعب المختار، نحن الجزائر أكبر. والله خليني يعني شعبيا نحب نبسط هذه الحكاية، هذه تاع الدبلوماسية والجزائر قوة ضاربة، ما يتم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي، والله مع احتراماتي للشخص ربي يشافيه وربي يقدره، شو شعنا كل شيء، واحد اللي عمره لا لعب البالون في حياته يحوس يكون خير
من رونالدو كريستيانو رونالدو. هذه الصورة وهذا الكلام ما عادش. الحقيقة أخي الكريم أقولها بكل اختصار، البيان نلخصها بشيء بسيط وأؤمن بما أقول، لأنني في خلال هذه الفترة وشراه طار الجزائريين حتى في جعدي لو كان نتلاقاه خارج الإطار هذا سيقول نفس الكلام الذي أقوله، وسمعت من مثله بالعشرات يقولون نفس الكلام. فالواقع أن البيان أو الحراك الشعبي، بنخليني نهدر باللغة الاقتصاد المؤسسة، أن الحكم تخوصص، خوصصت الحكم هذا، أضرت بهذه البلاد وأضرت بالشعب الجزائري. الآن خاصة بعد الانقلاب أو بعد 91 لأصل إلى كلمة يقول على السب والنقد، هذا هذا المحمية اللي دارت وعايشين فيها مسؤولين بعيدين كل البعد عن مشاكل الشعب، حتى في نقلهم في تنقلهم. وضحت فكرة سي زاهي، اسمح لي أن نقول ربما أحد الأسئلة الأخيرة للأستاذ عبد الله هبول. البيان يعتبر الانتخابات الرئاسية بأنها ستعمق الشروخ وتقسم الشعب، ويدعو إلى بناء ميزان قوى شعبي سلمي بديل لحماية كياننا الجمعي شعبا ووطنا. وحتى نسير في فلك الكلام اللي كان يقوله سي زاهي، نبسطوها للمواطنين، كيف يمكن أن يبسط لنا أستاذ عبد الله هبول بأن الانتخابات ستعمق الشرخ، وأنكم تسعون لبناء كما وصفتموه ميزان قوى شعبي سلمي بديل؟ ما المقصود بلغة يفهمها أي إنسان؟ محمد، تعميق الشرخ واقع. أولا القطيعة اللي راهي واقع بين منظومة الحكم القائمة ونسبة وقطاع واسع جدا من المواطنين، والدليل على ذلك هو نسبة المقاطعة الكبيرة للاستحقاقات السابقة، سواء انتخابات 12 أو انتخابات تعديل الدستوري أو الانتخابات الشرعية أو المحلية. هذا ما نقصد بالشرك، لأنه لماذا؟ لما نرجع للدستور في أحد مواده تقول بأنه الدولة تستمد شرعيتها من الشعب، والشعب يمارس السيادة عن طريق الانتخابات. ولما تسمع رئيس الدولة يقول بأنه في أحد التصريحات دعوني لم تكن لي ذاكرة، يقول أنه لا تهم نسبة المشاركة، هنا كارثة. سي عبد الله هبول، الوقت يضغط علينا، لكن باختصار ماذا تقصدون ببناء ميزان قوى شعبي سلمي بديل لحماية الدولة والمجتمع باختصار لو سمحت؟ بكل بساطة الفكرة هو أنه يجب أن تكون هناك عملية تنظيم للعمل السياسي. الناس تقاسم الأفكار وتقاسم الأراء، لازم تكون منظمة نفسها وكفى من العمل السياسي العشوائي. هذه هي الفكرة وهذه هي الرسالة المقصود بها. الناس ما تبقاش فقط كل واحد يعطي فكرة، كل واحد لازم الجزائريين يديروا في أذهانهم بأن ممارسة السياسة تقتضي حد أدنى من التوافق، تقتضي حد أدنى من التنازلات ووفاق اللي يقدروا نكونوا احنا متفقين عليه ككل. طبعا شكرا سي عبد الله هبول، وصلت فكرتك، وشكر موصول لك ولكل من شارك معنا في النقاش، الأستاذ سعيد زاهي والأستاذ سعيد بودور والأستاذ منور جعدي. والشكر موصول لكم مشاهدينا في حلقة الليلة التي ناقشنا فيها الموضوع المتعلق بالبيان المفتوح لمجموعة من المعارضين، والذين دعوا فيه إلى مقاطعة أو إلى موقف من هذه الانتخابات الهزلية تحت النظام الدكتاتوري كما وصفوه. إلى هنا نصل إلى نهاية الحلقة، نلقاكم لاحقا، تصبحون على خير.